اكيد سعيد يعني ان اكون موجود مع المنتخب الاردني وبثقه مجلس الاداره وعرسهم سمو الامير علي، ولكن انت حضرتك بتقول فعلا المهمه صعبه ومستحيله، ولكن انا شايفها طالما احنا عايشين وطالما الكره فيها كل حاجه والخبرات اللي الواحد لعبها وخدها مع مستوى الدوله والاحتراف، طول ما انت بتاخد بالاسباب وبتسعى وبتجتهد اكيد ربنا هيديك حتى لو في 1%. لكن انا شايف ان رغم الخبرات الكبيره لاوزبكستان والخبرات بتاع امريكا اللاتينيه وان شاء الله لو عدينا، لكن انا شايف ان من حقك ان انت تسعى توصل للهدف حتى لو صعب. لكن يعني انا في حياتي الشخصيه او المهنيه ان انا وانا بلعب او بدرب ان انا المفروض ان انا اتعب واخد واعمل بالاسباب، وانا شايف ان المنتخب الاردني وراه جمهور متحمس نفسه يوصل لكاس العالم لاول مره، الاداره اللاعبين نفسهم، انا ان شاء الله لما نشتغل مع بعض اكيد الطموحات كلها تبقى متقاربه، فبالتالي الهدف هدفنا يبقى واحد ان شاء الله. الان احنا كنا بالمدرسه المصريه بعدين اتجهنا للمدرسه العراقيه رجعنا للمدرسه المصريه، هل تعتقد ان هذا الشيء راح يختلف على اللاعبين؟ بص انا شايف ان في منتخبات عربيه او الكره العربيه بصفه خاصه الكره المصريه والاردنيه والعراقيه والسوريه برضو يعني فيها نفس النمط بتاع اللعيب الخفيف، اللعيب اللي عنده مهارات، السرعات، الرشاقه، الفكر، اللعيبه، فعشان كده مش بعيد عن بعض، خاصة ان كابتن محمود جوهر الله يرحمه كان حاطط اساس مش عليه كل الجميع ومش عليهم بما فيهم الكابتن عدنان حمد. انا اجتمعت مع اللاعبين بعد المؤتمر الصحفي وكلمنا مع بعض، حسينا ان احنا بقالنا كتير مع بعض يعني الحمد لله، لان انا يمكن انا مش غريب عنهم يمكن عن بعد، لكن في عارفيني على المستوى الشخصي واكيد فيهم اللي تابع التدريب في الفترات اللي انا كنت بضرب فيها او وما كنت بلعب في فترات. اللعيبه انا شايفهم ان هم نفس النوعيه اللعيبه بتاعت مصر، فيهم في حته العشره والحته الاجتماعيه دي مش بعيده، وفي نفس الوقت اتكلمنا مع بعض حسينا ان الطموحات والهدف واحد وعايزين يفرحوا جماهير الاردن ان شاء الله، وفي نفس الوقت اللعيبه المحترفين عرفت اللعيبه اللي هي اوريدي محترفين بره، وفي بعضهم احتمال في واحد او اتنين يجي له عروض بره في سواء في السعوديه او الكويت ان شاء الله. يعني خلينا بعيد عن السؤال ده، لو احنا اتكلمنا على كل مدرب ان هو كل ما يوجه او يعني يبقى في حته عصبيه يبقى كل المدربين في العالم مش هننقدهم. انا احسن مدربين في العالم مورينيو او حتى اليكس فريكسون بخبرته الكبيره دي اكيد في ردود افعال، الجمهور نفسه ليه ردود افعال، ولكن انا شايف اني الحمد لله عندي الخبره الكفايه، شايف اني يعني زي ما قلت دي عاده في كره القدم كل الناس بتبقى في ردود افعال، لكن انا شايف ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله.